السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا سهلة وبسيطة وبإذن الله هتنزل معاكي الدهون بطريقة كويسة جدا. ناس كتير يا بنات سألت أنا عايزة وصفة مخصوص عشان الكرش والأرداف والكلام ده كله. كل وصفاتنا يا جماعه اللي احنا يعني اللي انا بنزلها لكم ديت ده يعتبر خاصه بالكرش والارداف. وان شاء الله الوصفه بتاعتنا النهارده باذن الله هتبقى وصفه مميزه ان شاء الله. ده هتنزل معاكي كل الدهون ديت وهتحرق معاكي الدهون بطريقه ممتازه. تمام، يلا يا جماعه كده نسمي الله واضغطوا لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي لاول مره يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصله كل جديد. شيروا الوصفه عشان بنات كتير تستفيد من الوصفه. ويلا بينا نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده بتقول ايه. مبدئيا كده بنات ان شاء الله هعمل لكم كوبايه سهله وبسيطه وتقدروا ان انتوا تعملوها في اي وقت، يعني مفيش فيها لا مكونات كتير ولا الكلام ده خالص، مفيش، لا هي مكونه من حاجه واحده بس، ده ان شاء الله اللي احنا هنجرح على صيامنا. تمام، ده هنعملها مره في اليوم، وكوبايه تانية ان شاء الله هعملها لكم برده في نفس الفيديو هنشربها يوم تاني. تمام، مبدئيا كده انا معايا كوبايه الميه اهي، ديت الكوبايه اللي انا عاملها قدامكم ديت طبعا ده اللي هنجري خلاص يمنا ان شاء الله. دي اول حاجه ان احنا هنشربها. تمام، دي هناخدها اول يوم، تاني يوم هناخد الكوبايه التانيه اللي انا هعملها لكم برده في نفس الفيديو، يعني ده هناخدها يوم وده هناخدها يوم. تمام، يعني هنبدل كده. ليه بقى انا بقول لكم كده؟ ديت يوم وديت يوم ليه؟ علشان تزود معدل الحرق معاكي، ما تستمريش على يعني كوبايه واحده بس ولا حاجه، لا، علشان جسمك ما يتعودش على حاجه واحده، لا كل يوم خد الكوبايه من شكل. وهقول لكم برده الوصفه الثانيه بتتاخد بعد الفطار ولا قبل الفطار الكلام ده كله. دي كده يا جماعه معلقه خل تفاح على كوبايه الميه بتاعتي دي اللي انتوا شايفينها دي. تمام، معلقه كبيره طبعا من بتاعت الاكل دي يا جماعه. الكوبايه دي كويسه جدا، اهم حاجه يكون خل التفاح معاكي نضيف مش مغشوش، لازم يكون خل التفاح نضيف سادق عشان يعمل معاكي نتايج كويس. معلقه واحده بس هي على كوبايه زي ديت، ده بنجرح على صيامنا قبل ما بتكون يعني على معده فاضيه، قبل ما اكون واكله، قبل ما اكون شاربه اي حاجه لازم بيكون واخدين الكوبايه ديت. بالنسبه يا جماعه بقى للناس اللي هي عندها مشاكل يعني عندها قرح ان هي مثلا بتاخد الخل بتتعب او بتاخد الليمون بتتعب، بلاش ان هي تستعمل الوصفه دي خالص. تمام، دي ممكن تاخدها برده مره قبل السحور. تمام، يعني ان شاء الله ده هناخدها يوم، والوصفه اللي انا هعملها لكم دلوقتي ديت هناخدها يوم تاني. تمام كده، يعني دي يا جماعه ان شاء الله هناخدها في يوم لوحدها. الوصفه اللي انا هعملها لكم دلوقتي برده ده هتتاخد في يوم تاني لوحدها، يعني هنمشي بالتبادل كده، ديت يوم وديت يوم. دي باذن الله بقى ان شاء الله هتقضي على الدهون عندك، حتى لو انت عندك كرش، عندك ارداف، عندك الكلام ده كلته، ده ان شاء الله هتحرق معاكي الكلام ده كلته. تمام، ده كده يا جماعه خلصنا اول كوبايه معايا، وقلت لكم ده بتتاخد امتى، ده ان شاء الله لتاني مره بقولها، ده ان شاء الله دي اللي هنجرح على صيامنا. اما الكوبايه الثانيه نفس الكوبايه دي بالظبط برده، يعني معلقه الخل على معلقه الميه ديت البيض هناخدها برده، يعني قبل السحور كده بربع ساعه هكون واخده كوبايه زي ديت. تمام، يعني مرتين في اليوم. ده كده خلاص يا جماعه الكوبايه دي بقى ده انا هشيلها. تعالوا بقى نعمل الكوبايه الثانيه. ده كده انا عندي ليمونتين اتنين اهوت، ده يا جماعه ليمونتين اتنين غسلهم طبعا وبقطعهم زي ما انتم شايفين كده، هحطهم بقى ايه يعني هحطهم في الخلاط كده بالقشر بتاعهم ولا وكله، يعني مش هشيل منهم حاجه، لا هقشر قشر ولا هعمل منهم اي حاجه، هو البذر ده بس يا جماعه اللي انا بشيله، ده بس يا جماعه القشر ده اللي انا بشيله خالص علشان ما يعمليش مراره وانا بشرب الكوبايه. اهو ده شلت الليمون اهوت، ده كده كمان اهو اللي انتوا شايفينه ده البذر ده بس اللي انا بشيله، اما الجلد ده انا هسيبه، الجلد ده يا جماعه مش هيعمل لك مراره ولا حاجه. بقطعه كده اهو برضو، دي نفس الشيء برضو هشيل برضو منها البذر خالص كده اهو. ليمونتين اتنين، الليمون ده يا جماعه فيه فايده كبيره جدا، حتى القشر برضو القشر ده صحي وكويس جدا. بجيب كل المكونات ديت وعندي في الخلاط ده كده بنات، انا معايا شفشق الخلاط هحط بقى فيه الليمون طبعا زي ما قلت لكم بيكون مغسول عشان احطه بقشر، ليمونتين اتنين بس، ومعايا مقدار كوبايتين اتنين ميه، ده يا جماعه ميه بارده من الحنفيه، لا تكون لا ساقعه قوي ولا سخنه قوي، انا مش عايزاه، انا عايزاها من الحنفيه،
تمام. كان مكون معايا بقى ده كده، انا معايا النعناع، نعناع اخضر كده يا جماعه اهوت، طفوا بس اهو. مهم جدا ان انت تعمليه فريش، يعني ناشف اخضر مش ناشف، تمام. يعني انت مثلا لو انت عندك 3 4 عيدان ريحته جميل جدا، لانه ده نعناع بلدي ريحته جميل جدا، بيبقى له ريحه جميله جدا يا جماعه النعناع البلدي ده. ده كده انا خلصت اهوت. ده يا جماعه الوقت كده ليمونتين على كوبايتين ميه. حابه ان انت تضاف الكميه ضعفيها براحتك انت، حابه تزودهم كمان كوبايه يبقى 3 كوبايات، على اساس ان انت تشربوا منه يعني طول الفتره بتاعت ما بين الفطار والسحور ديت، ممكن انت تشربوا منه. يعني انت ممكن تعملي حوالي 3 كوبايات على الوصفه دي. طيب معايا بعد كده ايه؟ معايا معلقه، ده كده يا جماعه معلقه زنجبيل من بتاعه الشاي، معلقه واحده بس صغيره من بتاعه الشاي، تمام. لو انت عندك الزنجبيل الفريش ده هيبقى كويس جدا، احسن من البودره. انا بس يا جماعه متوفر عندي البودره دلوقتي، مش متوفر عندي اللي هو الزنجبيل الفريش. لو انت عندك الفريش ممكن تقطع حتتين حلوين كده وتقوم حطهم في قالب مع الليمون مع النعناع، هيتفرم برضه هيديك نفس النتيجه. ما عندكيش حط البودره زي ما انا عملت كده. الناس بس يا جماعه اللي هي تسال هتقول طب نحط سكر نحط عسل؟ لا، يفضل ان انت تشربي كده من غير لا سكر ولا عسل ولا اي حاجه. لو انت مش قابله طعمه كده ممكن تحطي نص معلقه عسل صغيره خالص، على اساس ان انت يعني ايه يحل الطعم شويه، تمام. بس عسل ابيض يا جماعه اللي هو العسل النحل ده، محدش يحط عسل اسمر او اي عسل تاني، تمام. بس اللي انا بفضله ان هو يكون من غير عسل، من غير سكر، من غير اي حاجه. واحده واحده هتتعود على الطعم بتاعه، هيكون كويس جدا بالنسبه لك. ده كده يا جماعه الخليط بتاعنا جاهز اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده. ده دلوقتي بقى انا هصفيه، لان طبعا مش هينفع ان احنا نشربه كده بالشكل ده، مهما انت عصرتيه ناعم برضو مش هينفع ان انت تشربيه بالحاجات اللي فيه. طبعا الكميه كبيره، ده كده يا جماعه الكميه يعتبر كبيره معايا شويه اهيت. ده ممكن انت تجهزيها عندك في ازازه وتحطها في التلاجة على طول، طول ما انت يعني الفتره اللي هي بتاعت بعد الفطار لغايه السحور دي ممكن تقعدي تشربي منها، بتبقى كويس جدا ونكهتها جميله جدا. يعني النعناع دوت ريحته جميله جدا، والليمون، يعني كل ده حاجات طبيعيه مغذيه. ده كده يا جماعه بعد ما صفيته ومعايا شفشق اهوت، الشفشق ده طبعا انا همليه واحطه في التلاجة يفضل عندي هشرب منه على طول بقى. طبعا من زي ما قلت لكم من بعد الفطار لغاية السحور، زي ما تحبي تشربي اشربي، تمام. هصفيه بقى قدامكم في قلب الشفشق ده كده يا جماعة، انا حطيته في شفشق اهوت. ده طبعا انا عملت على قد الكمية اللي انا هشربها، حضري كوبايتين ثلاثة يعني على قد ما حسب ما انت تقدري تشربي اشربي منه، ده هتبقى كويس. يعني محدش يشرب كتير اول حاجة، يعني هو اكتر حاجة ممكن تشربها منه 3 كوبايات، ده هتبقى كويس جدا. مش حابه طعمه اشربي كوبايتين اتنين، ده هيبقى كويس جدا، تمام كده يا جماعه. زي ما قلت لكم بقى في بدايه الفيديو خالص، انت ممكن تمشي في الوصفه الاولانيه دي، تمشي فيها يوم اللي هي الميه بالخل التفاح، وتمشي بالوصفه ديت يوم، ده هيبقى كويس جدا. الناس اللي هي مش حابه يا جماعه خل التفاح ممكن تمشي على الوصفه دي كل يوم، ده هتبقى كويسه جدا. يعني ده برده ممكن تشربيه، ده عصير طبيعي ممكن تشربيه يعني ساعه الفطار بدل ما تجرحي صيامك باي عصير مسكر اي حاجه تانية، ممكن تشربي كوبايه زي ديت على معده فاضيه، ده ما شاء الله هتعمل معاكي مفعول كويس جدا. لو مش حابه ان انت تشربيه على معده فاضيه، ده يعني تعتبر اشربي اي مشروب عادي، بس ابعدي عن السكريات، ابعدي عن اي حاجات تانية ان هي ممكن يعني تزود معاكي الوزن. زي ما قلت لكم برده قبل كده، ممكن احسن حاجه ان احنا نجرح على صيامنا يا جماعه كوبايه الميه بالليمون بشويه عسل صغيرين كده، نص معلقه عسل، ده هتبقى افضل حاجه ان انت تجرح على صيامك. ده بقى ممكن ان انت تاخديه بعد الفطار على طول، ده هيبقى كويس جدا. تحطيه في التلاجة زي ما انا حطيته في الشفشق ده كده، ده ان شاء الله بقى انا هغطيه واحطه في التلاجة عندي. اشربه بقى طول يعني طول الفترة اللي هي من بعد الفطار لغاية السحور دي انت ممكن تشربي منها، ده هتبقى كويسة جدا، تمام. ده بقى ممكن انت تاخديه بعد الفطار على طول، ده هيبقى كويس جدا. تحطيه في التلاجة زي ما انا حطيته في الشفشق ده كده، ده ان شاء الله بقى انا هغطيه واحطه في التلاجة عندي. اشربه بقى طول يعني طول الفترة اللي هي من بعد الفطار لغاية السحور دي انت ممكن تشربي منها، ده هتبقى كويسة جدا، تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم. لايك يا جماعة الفيديو،
لسه بشوف قناتي، يا ريت تعمل اشتراك ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصله كل جديد. شير يا جماعه عشان ناس كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا، والقناه باذن الله تكبر وتعلى بكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.